3, 2, 1. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a le 7. Mais le 7. Vous devez mettre 2. Tine, Tine. 3, 1. Bah, juste ça. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien. Ou à la chère, vous êtes bien. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي تكون عبارة عن تحدي بيني أنا وهاد الحمقى هذه الحمقى أمينة. اليوم نعملوا واحد تحدي جيسبيغ دوزوا معنا واحد الوقيته اللي مزيونة. التحدي شنو هو؟ هو ديال النكت، ولكن انا هنعاود لها النكته وما خصهاش يضحك، وهي خصها تعاود لي النكته وما خصنيش نضحك، يعني ديك الضحك تخسر. ولكن شنو غنزيدو حنايا في الساعه اللي تكون هي هتعاود النكته، خصني انا نكون عامل المفهومي ياك وما نضحكش، حيت الا ضحكت غنخرج ديك الكلمه. دونك فوالا، هذا هو التحدي. صافي يلا نبداو. واش على بركه الله بداتينا ولا نبدا انا؟ بداتينا. يلا سير بداتينا. بداتي شرب وسوفيا معنا خلف الكواليس. بالله راه خصك تعمر فمك بالماء. المهم قال لك هذا واحد الولد صغير ياك، مشى عند ماما، قال لها ماما علاش كتقولي على خويا مالك؟ قالت له واحد حيت العواو صغارين دائما كنقولوا لهم مالك. قالت له علاش كتسول؟ قال لها حيت سيبته مسطح وما طارش. وضحك ما ضحكتك شي. واخا سي باكار، بغيتي بلعو بغيتي كبو في هذا البانيو؟ ما ضحكتنيش. سمحنا على هذا المنظر. هذيك الساعة نقطعو في المونتاج وما يبانش هذه اللقطة هذه. يلا سير يلا ضحكنا. يلا عمر عمر وجهك وجهك. قال لك اسيدي ما تجيش مني بس إذا اخترتي وحدة مزيونة. قال لك اسي فمك عامه. قال لك هذه وحده كتشطح في العرس، جات عندها واحد المراه قالت لها بنيتي فين يا ماماك؟ جات هي قالت لها ماما اش كتسولي عليها انا مخطوبه؟ قالت لها مخطوبه انا مخبوطه وانا مالي؟ قالت لها خوك الصغير مال ليا الصالون. واخا الصغير بان في الصالون فين ماما؟ بان وات ذا فاك جي با كومبري. ما فهمتي ورا ديجا انا مكونسونتري مع هذيك الكلمة مابقاش بان في مي جي با كومبري. مي سي با غراف سي با غراف. واخا لا مزيونة الصراحة. يلا نوباتك. قال لك هذا واحد السيد كلا بزاف ديال الكرموس. المهم خونا في الله تعصم دخل بيت الراحة، هو يتعطل بزاف، بقى كيتعصر. واحد الوقت المدام ديالو نسات واش كاين في الطواليت وهي طفي الضو، هو يقول لها نعيمة؟ قالت له نعم. قال له واش طفيتي الضو؟ قالت له اه. علاش؟ قال لك اسحب لي عيني ترطخو. المعنى فاني ما واحد زيرو. هو انت ديال تحبتي قبيلتي وما عرفتش حتى النكته. لا انا بلات الماء ما هبطتوش. يلا عمر يلا سير. قال لك هذا واحد سكران دخل الدار علق الجلابه ومشى دار ودوره، هو يجي ويطيح الجلابه زوق الحمد لله اللي ما كنتش فيها. تعال شاد بليزرتي. والله كتعال شاد بليزر. دابا دابا انا يطيح لي ديك الصرو ولا نقول الحمد لله انا ما درتش شي سكيرة. لا ولادي مبلوزه ما ضحكتكمش هادي ياك. سمع هادي، قال لك هادي يماه ديال هشام قروش، كتعرف هشام قروش؟ قال لك يماه هشام قروش شرات الحاولي في العيد، هو يهرب ليها وهي تعيط هشام هشام، جاو ديك الحاولي رجع. قال لها انا عيك كنت كنضحك معاك. حق واش فهمتيها؟ شنو زعما؟ قال لها حيت عارف هشام قروش غير حق على الحاولي وغيجيبو. ايوا بس لا ما عجبتنيش هذيك كتهضر. ما عجبتنيش. المهم ما ضحكتناش صافي. انا ضحكتني انت ما ضحكتكم. هاتي نعاود لك.
قال لك هذا واحد موسوس كيمشي للخدمه، فيما كيمشي للخدمه كيعيط لمراته يقول لها الو في تيناك، تقول لها في بيت نعاس، الو في تينا في الكوزينه، كيقول لها خدم مولينك، كتخدم مولينك. واحد مره هو يضرب له الطريخ فريخ في راسه، جا قال غنمشي للدار قبل الوقت، مشى للدار قبل الوقت ويجبر بنو صغير، جا قال له فين يا ماماك، قال له هزات مولينك وخرجت بحال صراحه جاب كل مسخوطه هاد المره هذه. الوغ قال لك هذا واحد الاستاذ استاذ فرنسيه سول واحد التلميذ ديالو كيفاش كنقولوا الصراحه راحه بالفرنسيه، جا التلميذ قال له لا فيريتي ريتي لا تضحك ما عمرتي اصلا فمك بالماء كضحك يا صوفي غادي نعاودك وحده كضحك صافي. هادي ما نقدرش ندوز هاد النكته هادي ندوز هاد النكته. قال لك هادي بسله شويه ولكن المهم هذا واحد الاستاذ قالت سقس التلاميذ قالو انت ولدي لو فيرب دير او بريزون، قالو جو قالو انا نعاونك جودي، قالو فوندردي سامدي ديمونش حلك بزق قديمه هذه هذه بحال ديك النكته ديال هذا واحد جوج ثلاثه. قال لك هذه واحد مره امريكانيه وفرنسويه ومغربيه سولوهم على الحاجه اللي شرطوا على الراجل وحققها. الامريكانيه قالت انا النهار الاول قلت له ما كنعرفش طيب، النهار الثاني ما شفت والو، النهار الثالث جاب طباخه. فرنسية قالت له انا النهار الاول ما كنعرفش نصبن، قالت له النهار الثاني ما شفت والو، النهار الثالث جاب لي ماكينه الصابون. المغربيه قالت لهم انا النهار الاول قلت له ما كنعرف نطيب ما كنعرف نصبن، النهار الثاني ما شفت والو، النهار الثالث ما شفت والو، النهار الرابع رجعت كنشوف شويه بالعينين هاد اليمين. فهمتينا فخ العائله نهار اليوم ما جابت والو، ثاني ما جابت والو، حتى نهار الرابع عندي وحده، عندي وحده بحال هادي بلا. قال لك ها مرتي قال لك هادي مغربيه كانت كتفرج في فيلم في واحد فيلم اوروبي وحده تحرق لها الصبع ديال الدا ومشات عند راجلها كتقول له شدي او شدي، قال لها او ما شيغي ديك سبيه ديالها صافي سي بون ما شيغي فوالا صافي. قالت غدا نعملها نبوجي معاها شحال ما تهلا فيا، مشات حقت يد الضبوطه مشات عنده قالت له بوجي معاها بوجي معاها حرقتي يدي جي يدي، قال لها هذيك غانر الدنيا يلفعها باقي نار الاخير تشويك. انا بغي ممكن كنعمر فمي بالماء وجهي كتعمر تقي تينا غادي. قال لك هذا واحد ديما كيهز شي حاجه من دارهم، واحد النهار شفر بورتابل ديال خوه، اتصلوا به من الدار قالوا له رد البورتابل، وقال لهم وانتم فوقاش ما تمشي لكم شي حاجه تلصقوها فيها. ما فهمتيهاش ما يمكنش تفهموا ما تضحكش. نعاودها لك. قال لك هذا واحد دائما كيسرق، المهم سرق التليفون دخاه، جاو هما ما عرفوش شكون سرقو، جاو ملي عيطوا في التليفون اخا الا جيبوا ديك التليفون، قالوا نتوما فوق ما تسرقوش حاجه تعيطوا لي. كضحك لا بالحق سيمي يشوفوا بانيو كيفاش عامر بالماء.
قال لك هذه واحد معلمه ديال الروض. قالت نتلامد صغيرين قالت لهم اللي يحسب لي من واحد 10 نعطي له بوسه. واحد التلميذ داصر قال له اذا حسبت لك من واحد 20 خليوها ولا نزولوها؟ لا صافي يلا خليوها مسخوطة تسيدي واش عباهم؟ لا عندك كتبين ورقة وستيل واش برز ورقة ملعقز. قالك هذا واحد دخل للحبس جا تلقاه المدير ديال الحبس جا وقال له هذا راه السجن ماشي عادي هذا راه سجن نموذجي. قال له شنو معنى ديال السجن النموذجي؟ قال له اي ان كنسمحوا للسجين بانه يمارس العمل اللي كان كيقوم به على برا فهمتي يعني واخا كيجي للحبس ما كيقمعوهش كيبقى يخدم نفس الخدمه. جا وقال له تينا فاش كنتي خدام قبل ما تدخل الحبس؟ قال له عساس ديال ماشي قال لك هذا واحد استاذ قال التلميذ ديالو قال له ما قتل عمر بن الخطاب كاش يبقى كيشوف فيه صحيح ما كيجاوبو ما قتل عمر بن الخطاب صحيح ما بقى كيجاوب بدا كيغوت داز المود سمع الغوت جاوا دخل قال ياك لاباس السي محمد واقع قالوا هاد التلاميذ يحمقوني يخرجوا لي عقلي سقسيتو ما خالص قتل عمر بن الخطاب حتى واحد ما كيجاوب جاوا قالوا قالوا لا مك حزين انا سقسيو ما قتل عمر بن الخطاب انت اولدي قالوا والله ما انا انت قالوا انا كنت في ناعس قالوا انت قالوا والله انا يلا قالوا لي هذا جاوا الاستاذ قالوا واش شي قلت لك يخرجوا لك عقلك قالوا واش متاكد لك قتل عمر بن الخطاب راه هنا بس ما تأكد أن أنا يوم القزم صراحة كتضحك برافو قال لك هذا واحد سباع خدم عند واحد قرد فهمتي ديك السباع فوقاش ما كيفيقش الصباح كيعيط لديك القرد كيقول له أجي يجيب لي جوج بيضات مقليين ديك القرد كيمشي كيعدل جوج بيضات مقليين كيجيبو منو كيقول له جبتي لي مقليين علاش جبتي مقليين انا قلت لك مسلوقين كيطيح قاتل هاد الدق عاود لا غدا كيقول له مشي جيب لي جوج بيضات مسلوقين ديك القرد بوبري كيعدل جوج بيضات مسلوقين كيجيبو منو كيقول له جبتيهم مسلوقين انا قلت لك مقليين انا قلت لك مقليين انا جبتيهم مسلوقين قاتل هاد الدق ما يخصها غير نسى واحد النهار وقال عرفتي اليوم غيقول لي مقليين نجيب له تم سلوقي مهم باش ما ناكلش يده قال له مشي جيب لي بيطات مقليين جاب له ديك بيطات مقليين وجاب له مسلوقي قال له ها مقليين قال له انا ما قلت لك شي مقليين قلت لك مسلوقي قال له ها مسلوقي قال له وما المك مزخم ما المك والله الا ضحكات خصكم تشوفوا سفيان شنو كيعمل جالس راه فايل انا كيضحكني هو زعما كيضحكوني النكت خصكم تذكريني ليه نتوما ضحكتكم نتوما ضحكتكم المهم اللي ما كيعرفش شي غضحك ضحك النكته خصنا نضربوا التشفيفه قالك هذه واحد المعلمه ماشي معاونه ماشي معلمه تخربقت هذه واحد الام سقست ولدها بلعتي المايا كتنفعي تقصت ولدها قالت له وليدي انت عزيز على المعلمه تاعك قال له اه ماما راه كتقول لي انت الوحيد اللي كتقول لي غتبقى معايا العام الجاي المهم صافا المهم هادي لما ضحكتوشي اوال
قال لا غير بغيت نقول لكم انه كيهددنا كيقولنا ضحكوا بغيت نقول لكم وصافي المهم نعاود نشرب الماء كيقولنا اذا ما ضحكت كيقولنا هادي اذا ما ضحكتوش وكل نكته خير من نكته المهم علينا نتوما ضحكتكم ياك الا فريمون ضحكوكم النكاز ديالي خليهم خلي يقولوا لنا في لي كومونتير شوف قال لك هادو ثلاثه ديال الصقره مزوافريه ساكنين مع بعضهم في دار واحده فهمتي قال لك دخلوا للدار بالليل قالوا ليه دار وتكلم يجيب العشاء على حساب وقولوا عاود هذه متفاهمين ليه دار الاول هيجيب العشاء واخ قال لك بقاو سيمانه ولا واحد فيهم هضر قطعوا الحس الجيران بقاو فهمتي كيشوفوا السكات قالوا هادو يمكن وقعت لهم شي حاجه فرعوا عليهم باب جبروهم ميتين المهم غسلوهم غسلو الاول كفنوه نزلوه غسلو الثاني كفنوه فهمتي نزلوه مشاو عند الثالث غسلوه ان شاء الله بداو كيكفنوه قال لهم انا راه ما ميتش جاو ناضو يا اخي قالوا له خلص عشا قالوا له خاطر وضحكوا دز حدا واحد الدار كتحاق هو يزول عليه ودخل كيجري دا نقد الاولي نقد الثاني نقد الثالث نقد الرابع نقد الخامس هاد الناس صافي خرج جاو البوليس شبروا الثوان الكوميساري قالوا شنو درت انا غنقد الناس قالوا راه نقدتي البومبيه الناس ماتوا يا راس الطنك لا فريمون كنضحك سويان كيموت بالضحك اوف اوف دراي هذا مطرن من مره فوق صافي هذه الاخريه صح نقدو الاولي الثاني خليه خرج بومبيروزو وصافي قالو نقدي بومبي راه الناس ماتوا يا راه الطنك قولوا لنا شنو درت ليزامي المهم جيسبر تكونوا ضحكتوا شويه وفوجتوا معنا دونك فوالا الى عندكم شي تحديات جدادين ولا دي تروك جدادين خليهم في لي كومونتير دونك فوالا امينه ميرسي عملتي معنا هذا لا فيديو دونك فوالا ليزامي ميرسي بوكو حيت بقيتوا حتى الاخر ديال لا فيديو بروني سوان دو فو بيزو باي باي باي